هذا القرار كيفاش يعني حنا حنايا مع القرارات اللي كتخدم البلاد هذه راه هذه ما ناقشوهاش، ولكن على الاقل خصنا شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها. حنا ديجا مضرورين هذه عامين وحنا مضرورين وباقيين كنضروا، ولكن شي حاجه اللي غادي نقولوا حنا حسينا بها عاونتنا بها الدوله ولا ساهموا معنا فيها ولا هذه، راه ما كاين والو من هذا الشيء. حنا كنعانيو وباقي كنعانيو، وفي كل مره كنتفاجئوا بقرارات اللي ما عمرها غتخدم صالحنا. حنايا مع الصحه هذا هذه راه ما كيناقشها شي مغربي، ولكن راك حنا راه حنا بغينا شي حوايج اللي نحسوا بهم ان حنا كيف كنساهموا. حنا عندنا خدامه، عندنا مسؤولين، عندنا مسؤوليات كبار، فهمت؟ عندنا كراوات، فهمتي؟ راه ماشي ساهل. دابا انا مضطر، انا بدا كنقيزه محيد تسع من خدام حيد، راه خدام راسي انا يمكن عيني خدامه اصلا هادشي مورا كورونا قبل ما يجي هاد القرار. ديجا ناقصنا خدامين ما نقدرش نمشيها، حنا خدامين ديجا 50%، فهمتي؟ كنقلو سمات هاد كاع الضغط ما كنديروش، وعاده كنخدموا في العشيه، يعني كنبدا نخدمه تقريبا مع هذيك 7 ونص كنبداو خدامين. دابا واش غتقول بنادم نوض مع 8 ونص تقول لي نوض غنجمع؟ هادشي اللي كاين. وهاد القرار دابا ديال هاد القرار اللي جا على الغفله، شنو هما الخسائر اللي يقدر يدير ليك؟ الخسائر اللي تقدر تجيكم وراه دابا حنا دابا كنشوفوا غير دابا هادي راه كتناقش معايا دابا انا غير حي الشعبي اللي عادي، ما بالوك بحياة السياحية بلا كورنيش، ما بالوك بمناطق اللي فيها قهوي سياحيين اللي خدموا بالليل كيبداو خدمة تقريبا من 10 ونص عاد كتخرج الناس مناطق سياحية. أنا راه مزال الدار البيضاء، أنا راه 10 كاع كنطلع الناس، يعني راني في حي شعبي أنا، يعني هذا معيار بعدا كيخص تقيسوا الدولة وعندي ضرر. ما بالوك اللي حاط شو يقول لي بغى يخدم في الصيف، اللي بغى يخدم في الصيف راه غادي دير واحد اللوجيستيك ديرو، لكن اللي صار فلوس حاطه من بزاف بريباري خدامه موجد خدامه دير التزامات دير بري كونترا مع الناس، راه كاين راه ماشي زعما شي ساهل. عاد انا اش نقول لك، انا هنا كتقيس معايا، انا في حي شعبي، حي سيدي مؤمن حي شعبي، يعني ما بالك في لاكورنيش، ما بالك في المناطق السياحيه، المناطق اللي كاين في المغرب اللي وهذا هو اللي كاين. يعني هو الضرر كاين اخي، ماشي ضرر كثير، فهمتي؟ ماشي غير قهوه. هذا هو اللي كاين. وشنو هي الرساله الاخيره ديالك ولا الطلب ديالك للحكومه باش تعاودوا؟ حنايا اللي كنطالبوا من اي، ما بغيناش الفلوس، انا بدون فلوس كنطالبوا فلوس، حنا الدوله كتدعمنا المعنويات، فهمتي؟ بحال دابا الاعفاءات من الضرائب، الجبايات هذه، كنبغيو شويه الرحمه في هذا الشيء، ماشي كنقول لي عطينا الفلوس هذه. حنا ما كنقلبوش دابا حنا على الفلوس، دابا كنقلبوا كيفاش نصوفيو حنا. كيفاش زوجنا العام الاول والعام الثاني راه البرد عا وكيف تيقول واحد خينا راه كملنا، فهمتي؟ راه داكشي اللي كنا موفرينه وداكشي راه كليناه دخلنا في داكشي اللي درنا، يقول كما تيقول لك دوير الزمان اللي كنتي دايره، حنا راه ديجا كلينا داكشي، فهمتي؟ وانا اللي كنهضر معاك، انا عندي التزامات، عندي وليدات تيقرا، عندي والدين، عندي راه ماشي زعما ساهل هادشي، وكراوات، فهمتي؟ شنو هما دابا الاحترازات اللي كديروا دابا في دابا الاحترازات؟ حنا الاحتراز اللي كنديروا هو الكمامه راه كيديرها بنادم، بنادم التباعد راه كاين اصلا، التباعد التباعد. حنا بالنسبه للقهوه راه كاين التباعد، لان القهوه كنعمروا شنو القهوه، القهوه راه ما خدامين زعما اللي كتقول ان راه كاينه الخدمه ولا هاد القهوه راه كثروا راه ولا القهوه انت شي قهوه تقول تبان لك عامر راه محسوبين على معدودين اللي غتلقاهم عامرين. انت اللي بغى يستثمر دابا شي قهوه ولا خير؟ وي اللي اش غيستثمر لك القهوه الله يهديك، سيدي مشي حط فلوس وياكل محسن اللي تيموت، اما دار فلوس غادي يتلف. غادي يتلف غادي يتلف. انتم كاباب القرار تلفكم؟ القرار تلف. التلفه راه دابا دينا عليها دابا التلفه، حنا دابا صالح دابا راه عامين. راه عامين مولين على هذا القرار قبل هذه ديال تسعود. حنا كنا كنقولوا غتزير، ولكن فهمتي ما كما قلت لك دابا اشنو هي وجه المقارنه اللي خصك تعرفها هو ان كيفاش غيدير هذا اللي في منطقه سياحيه. انتم هنا سيدي مؤمن ما عندكمش دارات بزاف بحال هو دار بزاف، حنا لا تسعود 10 ل 11 كتفارى كاع ماكسيموم 11 كتفارى، كاينش بقى كتكون فاري. هذا هو الواقع، خليني نمشي هضره اخرى ولا هذا الواقع. 11 واش كاين شي واحد يزيد كيدور في مرحله 11 ديال سيدي مؤمن؟ قهوه كتسد مرحله 11، قهوه ديال الشوارع الشارع راه معروفين، اما بحال دابا انا داخل داكشي راه 9 ونص 10 11 كتسد طالع الناس. هذا هو اللي كاين.